أهلا مدينة الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من مركز لتصفية الدم مدينة الدار البيضاء. الله ينجينا وينجيكم. الصحة هي تاج فوق رؤوس الأصحاء، ما كيعرف قيمتها إلا الناس اللي فقدوها. في هذا اليوم العظيم اللي هو ليلة النصف، كنتمنى الله سبحانه وتعالى أن يشافي جميع المرضى. شي اللي بغى يشبع ويقنع من هذه الدنيا ومرة مرة يتذكر يمشي غير للسبيطارات ويمشي للبلايص ديال مراكز تصفية الدم ويمشي للسبيطارات ديال السرطان، غادي يعرف بقيمة الصحة، لأن بزاف منا عطيهم الله سبحانه وتعالى بزاف ديال النعم ولكن ما كيعرفوش بالقيمة ديالها. اليوم معنا ضيفة عزيزة على قلوبنا واللي كيحسنا الشرف دائما أننا كنتلاقاوها، الدكتورة نعيمة حسني اللي هي أخصائية في مرض القصور الكلوي بالخصوص، واللي غادي توضح لنا. بزاف ديال الناس كيسولوا واش اللي مريض بالكلاوي يصوم، واش اللي يدير الدياليزي يصوم، واش اللي قاد يصوم يصوم، لأن المرض ديال القصور الكلوي فيه درجات، في بزاف ديال الدرجات، ما فيش غير درجه واحده. اذا اليوم هي غادي تحدثنا على هذا المرض وغادي تقول لنا شكون اللي عنده الحق انه يصوم وشكون ما عندوش الحق انه يصوم. خليكم معنا. السلام عليكم دكتوره. السلام فاطمه الزهراء، مرحبا بكم ورمضان كريم. الله يبارك فيك، عواشر مباركه. اليوم راه ليله النصف غادي كيجري دكتور. ليله 13 ما بقاش فيه بزاف، عمرنا اللي غادي نخلص به اكيد. النصف في عمان الله يعاودوا علينا عام كثيرا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بهذه المناسبه كنقول لك عيد المراه سعيد، ما تحتشنا الفرصه باش نتلاقاوك في عيد المراه، وانت من النساء اللي تستحقين التكريم. شكرا. من المجهودات اللي كتقومي بها بهذا الخصوص، ضيله من غير انك دكتوره، فك داك الحب ديال النضال من يامات جمعيه كاريان سنترال، ديما في كاريان سنترال من القدماء ديال الجمعيه، وخصوصا هذه الخدمه اللي كديري صراحه راه برافو عليك. حنا تنحييوك لان فمن احياها كانما احيا الناس جميعا. شوفوا تبارك الله انتم شحال من روح كتزرعوا فيها الامل، والحياه بيد الله والممات بيد الله. الحمد لله، هذا الحمد لله، هذا من فضل ربي. اذا عودي لي على هذه الخدمه ديالك انت، كيفاش كتمشي بعد لدارك؟ الحمد لله كدوز الى كنتي كتحبي العمل ديالك راه كديريه بواحد الاخلاص بحب، ماشي كتقولي غادي نجي نخدم، كتجي كتوزي واحد 8 السوايع ولا 12 ساعه مع المرضى ديالك. حنا عائله، كنتوليو عائله، كتولي ديك العلاقه، علاقه عائليه، لان المرض ديال القصور الكلوي اللي كيخضع لعمليه التصفيه كتشوفيه ثلاثه المرات في اسبوع، كيبقى معك اربعه السوايع، هذا كيولي جزء منك، كتكوني فرحانه انك تجي تشوفي هذا كان مريض كيفاش غنشوفو، يعني كان واحد كتنمى واحد العلاقه، علاقه عائليه. نعم. عائليه. نعم. راه كيولي بحال خوك، واحد عندك 27 عام وكيدير عندك الدياليز، راه بحال الاخ ديالك كتشوفيه ثلاثه مرات في الاسبوع. جا عندك صغير وكبر حداك. صغير وكبر معايا. نعم. كبار صغار وكبروا تبارك الله وصل عنبيك. واحد عندي جا باقي صغير 16 عام، دابا تبارك الله راه تزوج ودابا راه عنده اربعه الوليدات. يعني كاين امل في الحياه، الانسان اللي عنده القصور الكلوي ماشي هي نهايه الحياه وماشي هي نهايه العالم، غير هي واحد الكلمه قلتي، واحد 27 عام وكيجي يدير عندي الدياليز، يعني واش هذا المرض ما كيتعالجش دكتور؟ في من غير الزراعه. خلال الزراعه. ولكن ملي كيوصل القصور الكلوي اللي هو قصور كلوي مزمن ما كيتعالجش. خاص المريض يبقى يتبع دائما خاصو يبقى الدياليز ديالو حتى يدير الزراعه. الزراعه دابا كاينه. كاينه؟ اييه. توفرات عندنا؟ كاينه في المغرب. كدير في المستشفيات الجامعيه، كدير في الشيخ خليفه مجازة. تلقاي غير المتبرع اللي يكون من نفس الفصيله. لا كاين دابا حتى ياخذوا حتى على الجثث. كاين قانون ديالنا كياخذوا على حتى الجثث، وكاين باش غير باش ما كيبقاش بديك لائحه الانتظار، كنكون متبرع عائلي من محيط عائلي. واخا الله يجزيك بخير، وقفوا عند هذه القضيه، القانون ديالنا كناخذوه من الجثث. المتبرعين بالاعضاء ضروري خاص العائله تتبرع بالاعضاء، ولا من حق الدوله انها لا جا شي انسان مات عندها تاخذ ليه ديك الكلوه ديالو ولو العائله ما تكونش موافقه. هو القانون كان كيقول الى الانسان اللي في الحياه ديالو قال ما كيمتنعش راه ما كتاخذش ليه، كيقدر تقدر تاخذ ليه الا ما قالش مثلا واحد ليكري انا نهار نموت ما ياخذوش ليا حتى شي عضو. ولكن دابا كاينين لائحه كاين دابا كيمشي عند الوكيل الملك ولا المحكمه كيقول انا كنتبرع، توقع لي شي حاجه انا كنتبرع. نعم. ولكن في القانون حنا قريت القانون ديال اوروبا تيقول الا المتبرع ولا الميت اللي كيكون في القيد الحياه ديالو تيقول انا كنمتنع انهم ياخذوا لي عضو، ما كياخذوش. ولكن الا مات كياخذوه.
الا مات وما قالش انا باغي نتبرع يقدروا ياخذوا ولو انه يقول انا ما باغيش نتبرع كيفاش في الحياه ديالو؟ لا مات بلا ما يقر انه باغي يتبرع يقدروا ياخذوه القانون ديال 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 فرنسا كيقدروا ياخذوه وديال المغرب خاص العائله اللي تقرر. لا كاين كيمشي كيمشي دابا كاين دي روجيست كيمشي كيقيد بانني انا الا مت يقدروا ياخذوا الانسان شاب باقي صغير كان عنده جوج كلوات غادي كياخذوه كيقدر يعتق بهم جوج ديال الاشخاص. بعد الحادثه بشحال من ساعه كنقدروا ناخذوا دوك الكيلي؟ من التصفيه او من الموت. نعم حتى لاش من سن نقدروا ناخذوا من عند المتبرع الكيلو الى مات؟ بعدا شوف عنده امراض كيخصو ما يكون سليم ما يكونش عنده امراض. لا كندوي كاع الانسان السليم اللي ما عندوش مرض ديال بزاف ديال الامراض مثلا منها في حاله شاد الامراض اللي ما خصهاش تكون فيه باش نقدر انا يتبرع. كاين بزاف الامراض كاين مرض القصور الكلوي كيكونوا ماشي باش وصل ماشي محتاج كيكون عنده الضغط الدموي كيكون عنده شي مرض سكري كيكون امراض باطنيه. نعم. ما يقدرش ياخذ الا كان سليم حتى لاش من سن نقدروا ناخذوا؟ ولكن حتى ما عنديش اكزاكتومون تقدر تمشي حتى 60 عام حتى 60 سنه تقدر. نعم. تمشي لانه الانسان 60 سنه باقي شاب تماما والهلا يضر شي واحد يا ربي امين و حتى الانسان اللي باقي حي يقدر يتبرع لان كما قلنا كنقدروا نعيشوا بكل موت. دابا حنا الزراعات اللي كاين كيكونوا هنا عندنا هنايا انا نيت عندي واحد جوج غادي يمشوا دابا عند في المستشفى باش عندهم وحده عندها اخوها بغى يتبرع ليها وحده عنده اخته باقيين شابين الله عندهم هما دابا بداوا في الاجراءات سبحان الله اخته بغات تبرع ليه واخو البنت هو بغى يتبرع لها سبحان الله شوفي وحنا شجعناهم قلنا لهم مزيان غادي نمشي ديروا زراعه الكلي اختك غادي تهناهم وانت غادي تبقى عايش بكل وحده راه كاين اللي كيتزاد يتخلق من كرش مو بكل وحده وكيبقى عايش بها. ما كاينش شي ضرر على المتبرع وما كاين حتى ضرر الا كانت الحاله ديالو الصحيه مزيانه راه قلت لك تيتخلق من كرش مو بكل وحده كيعيش بها سبحان الله كيعيش والشخص الاخر كيولي بخير حتى هو هو كيولي طبيعي ولكن هذا كيخصو يبقى ياخذ الادويه ضروري حيت ماشي ديالو باش الجسم ديالو ما يرفضش ذاك العضو الاجنبي الدخيل على علينا حنايا لان حنا ما كان شي حاجه اجنبيه داخله علينا الجسم ديالنا كيرفضها تمام والادويه راه ماشي سهله كتكون ادويه قاصحه اللي كتبقى لي افي والله ينجينا وينجي المشاهدين ديالنا. دكتوره غنتكلموا على الصيام. الصيام هو مرض القصور الكلوي. شكون اللي يقدر يصوم وشكون اللي ما يصومش؟ فاطمه الزهراء واش القصور الكلوي الناس اللي كيخضعوا للتصفيه يعني مزمن ولا امراض؟ انت غادي تقولي لنا الامراض ديال الكلي تالي يقدر الانسان يصوم وتالي ما يقدرش. دابا كاين المرحله الاولى المرحله الثانيه الثالثه هذوك نخليهم يصوموا. اللي كوصل المرحلة الرابعة كيقرب الدياليز لا الرابعة ما قبل التصفية الخامسة دياليز يعني هذوك المرحلة الرابعة الخامسة هنا الحضارة يصومش كنقول له ما تصومش قبل من الدياليز ما خصوش يصوم خصو يبقى يشرب الماء مزيان وياخذ الأدوية ديالو ما خصوش يصوم ولكن ملي كوصل التصفية من نهار التصفية ممنوع عليه يصوم ما خصوش يصوم لان كيصفي الدم خارج وكيصفي ما يمكنش يصوم بعد حنا هما قلال بعض المرضى ولكن اللي كيكون كيخضع للتصفيه كيكون عنده داء السكري كيدير ماده ديال الانسولين كيكون عنده الضغط الدموي كياخذ ثلاثه ولا اربعه الادويه بحال اللي عندي هنايا راه كياخذوا ثلاثه ولا اربعه الادويه عندك اللي كيكون عنده قرحه في المعده اللي كيكون عنده امراض باطنيه ما كيخصهمش يصوم وكاينين الناس حتى الناس الكبار ما تيبغيوش يفطروا الناس الكبار ما كيبغيوش يفطروا ولكن حنا خصنا نوعيهم كيقول لك وما غتجيني ناقصه الناس سايمين لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه حنا كنقول لهم كنقول حنا راه القران هذا ومن كان منكم مريضا او على سفر حنا عندنا خصائص من ايام اخر انما يرد الله بكم ليس ولا يريد بكم والله يحب ان تؤتى رخصه هي هذه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لاننا من يتكلموا على المسافر واش يفطر ولا يصوم؟ قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه، عطاك رخصه وتقدر بقى. انك فيها طاعة الله سبحانه وتعالى فيها طاعة رخصه طاعة الله ومن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام ولا ما قضيتش عدة من ايام اخرى اطعام كل نهار مسكين او اعطى الله ديالنا الحمد لله واسع واسع خصنا نطبقوه كتاب الله هذا راه قران خصنا نتبعوه الاسلام راه دين واسع رخصه كاينه حنا كنعطيو حنا كاطباء
كنجيو مع المرضى ديالنا كنوعيهم كنعطيهم السؤال اللي كيجاوب عليه اللي كيسولو كنجاوبو عليه وكنعطيهم ارشادات شنو غادي شنو ياكل شنو ما ياكل شنو يدير الميكس. ولكن كاينين بعض الحالات وهي حالات قليله ما عندناش بزاف كاين اللي كتكون الحاله ديالو مستقره ما كيكونش عنده الضغط الدموي ما كيكونش عنده داء سكري ما كتكونش عنده امراض بحال القرحه في المعده كتكون الحاله ديالو مستقره تكون الحاله ديالو مستقره هنا كنسمحوا ليه يصوب نهار ما يجيش الدياليز نعم ولكن حذر راسه شاف راسه عيان صفان الحذر هنا تنقولوا حذر راسك صوم ولكن إن شاف راسك صفان ولا عيان كل كل راه عندك رخصه ورخصه عطاها لك الحق سبحانه وتعالى. تبارك الله عليك دكتوره وشكرا لك على هذه التوضيحات وكنتمناو اننا نكونوا وصلنا بعض المعلومات اللي غتفيد هاد الناس هادو كنطلبوا الله سبحانه وتعالى في هذه ليله النصف عواشر مباركه ان الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء وهذا المرض على اي مريض. مشاهدينا الكرام تنشكركم ايضا على التتبع شكرا للدكتور نعيمه حسني اللي عطاتنا من وقتها ونقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله. شكرا.